من بين الولايات التي خرج فيها المحتجون في مسيرات مؤيدة لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، ولاية صفاقس الذي طالب فيها الحاضرون بمحاربة الفساد ومحاسبة المتورطين وحل البرلمان. المشهد السياسي أصبح واضحا، شعب بما يشبه الإجماع ساند الإجراءات التي قام بها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية، لأنه عشنا عشرية حالكة. شباب تهمش، شباب ما لقاش خدمة، سيبونا خلينا نعيشوا، الدولة يسرقوا فيها، سيبونا خلي حاسب العباد. وخلال مسيرة جابت شوارع مدينة قفصة ومناصرة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، طالب المحتجون من خلال الشعارات التي تم رفعها بحل البرلمان وتصحيح المسار. احنا رانا راهي المسألة مش مسألة قيس سعيد، المسألة مسألة خيار. خيار يا اما مع الفساد يا اما ضد الفساد، يا اما مع السيادة الوطنية يا اما ضد السيادة الوطنية، يا اما مع البلاد وبناء البلاد يا اما مع تخريب البلاد. أيدوا حراك 25 جويلية ونطالب بحل البرلمان ومحاسبة كل الفاسدين. وفي مدينة جابس انتظمت احتجاجات داعمة لمسار 25 من جويلية الفارط ومطالبة رئيس الجمهورية بالحد من ظاهرة التهميش للمناطق المحرومة. يعني دعم المواقف الرئيسية في اتجاه مصلحة البلاد والإجراءات اللي يتخذها سيادة الرئيس في إطار الحد من ظاهرة التهميش نتاع الدولة ومصالح الشعب ومصالح الوطن بصفة عامة. كل اليوم اللي احنا موافقين، أنا واحدة من الناس موافقة على كل الإجراءات اللي اخذها قيس سعيد، خاطر يزي ستوب سيء وما جنة معناها فدينا وانا ماغ من اللي قاعد صاير سورتو في البرلمان. في حين أشار أنصار قيس سعيد في ولاية القيروان أن خروجهم اليوم هو تعبير على التفافهم حول قرارات رئيس الجمهورية والطريق الذي انتهجه. احنا اليوم في 3 سبتمبر هو تصحيح لمسار ثورة فقدت يوم 14 جانفي كما أكد على ذلك سيادة الرئيس. الشعب التونسي فقد كل ضمانات النجاح والرقي بعد ما كنا شعب سباق. وفي القصر تمت المطالبة بالتسريع بتشكيل حكومة تستجيب لتطلعات المواطنين من خلال الاهتمام بالمقدرة الشرائية ومعالجة الإشكاليات التي طالت جميع القطاعات، وذلك خلال مسيرة مؤيدة لسعيد. الشعب التونسي له كلمته في تحديد مسار الثورة، وليس هناك أي وصية على الثورة، ونحن اليوم لا نمثل طرف سياسي بعينه، نحن نمثل الشعب التونسي. هذه المرحلة القصيرة لابد من إعلان حكومة تستجيب لانتظارات شعبنا في المدى القريب، منها ضرب الفساد الصغير وكذلك الفساد الكبير الذي استشرى. وفي ولايتي سوسة وباجة انتظمت مسيرات مطالبة باستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالمرحلة القادمة واسترجاع السيادة الوطنية وتحقيق مطالب المواطنين إلى جانب حل البرلمان.